نعم يا جماعة الخير، مقطع اليوم مع الأسطورة بدر صالح. راح تستمتعون بمقطع أسطوري بإذن الله. حطيت أفضل اللقطات من الأيام اللي لعبناها، ويا جماعة لا أوصيكم بالتفاعل على المقطع عشان إذا كان فيه تفاعل قوي ممكن يسوي جزء ثاني حتى. ما بطول عليكم أكثر من كذا، حساباتي كلها موجودة تحت في الديسكريبشن، مشاهدة ممتعة. سعود سوسو ونفسو ألو هلا. انت سوسو؟ للاسف للاسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ والله بخير، انت كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله. انا العب بزنياته بس، اوكي؟ هذا مينك؟ الرجل العجوز الحكيم اللي يهتم بصحه اصدقائه اللي معاه في الفريق. ايوه. واللي يقرب منه يتعور. برجله شلوت. شلوت هذا اخر اختيار. هذا اذا متورط. يجيني جنجي. يسوي لي ديفليكت كذا حواليه. ياخذ رفس. خلاص يلا شغال. تايتل. نلعب مع سوسو. لا تكفى تكفى. ليه؟ انا اخترعت الاسم. شفت اسوأ 10 اشياء في الانترنت. انا اسمي ال 11. ايوه بدي خلينا نتيم. احنا اصحاب. ايه اصحاب. اعطيني الشلوت. شوف تطبيق عملي. اشوف. اوف صار يطير. ايوه تشوف بدر في هذه. مين هذا؟ تعال تعال تعال. كيف اللعبه معك بدر؟ اللعبه شوف انا يعني 70% من اعجابي في اللعبه هي نوستالجيا. ذكريات وكذا. ايوه اوفر 1 لعبتها، واوفر 2 لما نزلت انا صراحه يعني لعبه الاساسي. ايش رانكك تقول؟ لسه ما خلصت البلاي سو. قبل لانه الناس تسال اكيد. بلات اعلى شيء وصلت له. ايوه. لا 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 كذا يرضيك؟ يرضيك تخوف سوسو؟ هذا شوف اجرب. أجرب. يلا يلا. احنا لازم ندور حافه في الماب نقعد نشوتهم فيها ضروري. بدر افضل لاعب زنياته في جده، اعتقد اني الوحيد فاستحق اللقب. ايوه بس دخلنا. صدقني صدقني حتتفاجئ، حتقول لي ابغى العب بزنياته من بكره، حيث الماب اللي راح ايه وزعلت عليه صراحة. هانامورا. يوه والله كان خرافي اللي هو حق الثلج. هذا واحد كذاب عارف. لا 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 كم عم جندي. ها ليش تلعب؟ انا سولجر عنده مرود. انا مت. اوكي ابا سوسو اخذت ريبر عشان الهوك. او ماي جاد. هوك له. ها والله حلو. والله مش انا مت. تاك حقنا فوق. انا خش معانا يا عمري. كلهم لول هنا. راح واحد. شوف الرد. الرد سكوردت. اموت يا عمري. يللت والله بطل يا بدر. راح واحد. حط علي ديسكورد بالله. بطل. اي راح. سلام يا سلام يا سلام. ايش الابداع هذا بدر؟ كيف بالله. الرودون. اي لا والله. وين راحت؟ اي وال هذا جاي سريع. في هذه يا شيخ. نايس. يلا حلو حلو. حكيني عن سوسو. احكيك عن الاوتفيت؟ لا لا احكيني على الاسم. ليش مو سعود مثلا؟ يا اخي والله في اسباب، والله في اسباب، بس اني استحي اقولها صراحه. ولا عادي في 50 واحد في البث يعني مو مره. دم يحتاج. والله حرام عليه انت. ها اما متنا تريسر على طول حتجيني. انا عارف سيقه والله. الدم حقنا يروح لحاله مره. مايرون كريوكي والله انهم له صراحه. باقي ولا؟ اي باقي ريبر معالته. ها؟ يا عمري يا عمري يا
هو جان لين عندي خش في حضني وسوى داي. والله ما اقدر شوفين بعيد هذا خلاص يا اخي التانك قاعد يروح حاله والله صعب الموضوع والله صعب اول ما اول ما يبشوا يهرب يهرب ايش نسوي اذا التانك خايف احنا نقعد التانك سوى يا عيال انا الصراحه ما اقدر اقول لك انا اوكي في فرح ميرسي فرح وينها وين مره ما اقدر عليها ترى يمديك تحط عليها ديسكورد طيب راحت اي شوف خليك ايوه نايس حط بالله ديسكورد على الفرح ديسكورد ام زق نايس قمنا البان والله انا جالس جنبك خلاص الحمايه المباشره يو لا تصير بايخه لا تصير بايخه والله لو دقيقه هي جت كلسبون ايوه مستحيل اخي خلينا يد بيد نفس اللوبي اللي تو بغض النظر عن سومبرا اللي اخذتها اللي حطت علقت صورتي بغرفتها كذا وحطت عليها اكس بس يعني كل شيء ثاني كويس حطنا لنا هذه ما حسبنا حسابها والله يلا انا معاك ها على طول معنا خالد وكوديزي كود زيرو كوديزي طب علي ورا كثير وراكم انت الديفا ها حرام موت اثبت شوي واه وين رحت بدر اسكت هذه حتسوي ايديت صح هذه حطت الو افا انا ماني فاهم انت اللي طحت ولا انا اول ما طب حاطيك ترى يا عمي طب هذا دلنا ايش هنورط يا ما في نظام الحلفاء هنا ولا ايش فيك صقادرك انت ترى حجمي كبير بس ما يجي اسم سوسو على الحجم هذا في اسم ضدنا يعني لمحته عجبني الصراحه مكان جنبو اخر واحد شاورما ايه؟ والله جعان انا حرام نقتل الصراحه نعضه ممكن كرم النعمه اوكي هم من النوع اللي ما يشحن للاسف اوكي لا شاورما وين انا ما شفت اي شيء الا شاورما نايس ديسكورد والله يا واحد هذا مين اللي ورا اوكي راين تعبكم او شيخ الهيلر حقها حرام شلت واحد اوكي وصلها واو يا رب ليش البومبا هذي تيم ليش يلعب لحاله ورا يا الله هذه طلعت يا اخي والله قهر اوكي نايس لا مستحيل لا هذا يعرفني لا مو طبيعي لا يعني ساحب على كل احد طب يا اخي اقتل ميرسي سوي رجال اقتل ميرسي طيب هذا مع شتر اي مع شتر والله اني داري حلوة والله بلد قتلت هيلر نايس ارجع شوية معك والله يبطل هذا نوصلها ذلوا كلهم بس وصلنا اوف ايش البومبا هذه طب يا اخي اقتل ميرسي سوي رجال اقتل ميرسي طيب اصب مشاعرك قدر ولا شيء اللعبه دي انا بس اجي من الريسبون تطلع لي سومبرا تقتلني وبعدين ارجع من الريسبون تطلع لي سومبرا تقتلني هذا الجيم كان